تستعد رئاسة هيئة الأركان العامة لافتتاح الكلية العسكرية في عدن في شهر سبتمبر المقبل. وتفقد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء ركن صالح قايد الزنداني ورئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء ركن ناصر عبد الله برويس وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء ركن فضل حسن العمري وعدد من مدراء الدوائر والقادة العسكريين الأعمال الإنشائية في الكلية بالعاصمة المؤقتة عدن. وجه اللواء الزنداني قيادة الكلية العسكرية ودائرة الأشغال العسكرية بسرعة إنجاز كافة قطاعات ومنشآت الكلية العسكرية وتوفير كافة مستلزمات القاعدة التدريبية والدراسية المادية والفنية والكادر التعليمي. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبد العالم بجاش الصحفي، أهلا بك. بداية، ما هي أبرز أهداف النشاطات والترتيبات العسكرية التي يتم ترتيبها المكثفة طبعا في العاصمة المؤقتة عدن؟ تفضل. يبدو أن الحكومة الشرعية وضعت قدمها على الطريق السليم. نعم. هناك إجراءات مكثفة يبدو أنها أولى ثمار التغيير الذي تم عبر تعيين قيادة جديدة في على رأس هيئة الأركان العامة تمثل في رئيس هيئة العمليات المشتركة. نعم. هذه الهيئة يبدو أن لديها خطة، وهذه الخطة يجري تنفيذها بعزم، لأنه خلال اليومين الماضيين كانت هناك نشاطات مكثفة لإعادة تأسيس مركز عسكري وأمني يسيطر على الأمور في العاصمة المؤقتة عدن ويبني عاصمة حقيقية لا تؤثر فيها تطورات أي صراع سياسي. هناك توجهات لإعادة افتتاح كلية عسكرية ومعهد تدريب عسكري، وأيضا عمل معسكرات كثيرة لجلب القوات، ويبدو أن الهدف واضح وهو إنهاء الترهل في القوة العسكرية للحكومة الشرعية. نعم، يعني ربما هذا يقودنا، أو حديثك هذا يقودنا إلى سؤال آخر: مدى توافق هذه التحركات في داخل المؤسسة العسكرية لتوحيد مركز القيادة مع متطلبات واحتياجات العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة؟ يبدو أن مصلحة عدن تتطابق بشكل كبير مع وتتوافق مع مصلحة اليمن والمنطقة العربية، بل والمنطقة الإسلامية بأكملها. نعم. استقرار عدن هو مصلحة مشتركة لعدن وللجنوب ولليمن وللسعودية والدول الخليجية وأيضا للأمتين العربية والإسلامية في ظروف مواجهة تاريخية مع المخطط التدميري الإيراني. ويبدو أن الخطوات التي بدأتها الحكومة يمكن أن تحقق في الفترة القادمة سيطرة تامة وتنجح إلى حد كبير في إيجاد نموذج في العاصمة المؤقتة عدن، لأن الحكومة أعلنت الإتمام بناء مركز عمليات عسكرية وأمنية. نعم. يتبع وزارة الدفاع في العاصمة عدن، وأيضا أعلنت أمس وافتتحت مقر قيادة المنطقة الرابعة المسؤولة عن ضبط الأمور في أربع محافظات، هي عدن وأبين ولحج وتعز، بالإضافة إلى العمل على بحسب إعلان الحكومة أمس العمل على ترتيب وضع معسكرات كثيرة، مما يعني أن المرحلة المقبلة سنشهد استدعاء كامل القوة، وهي قوة المنطقة الرابعة لوحدها كفيلة بتأمين دولة كاملة وليس فقط أربع محافظات. هناك توجه لبناء إدارة عسكرية وأيضا إيجاد وفر في القوة، هذا الوفر في القوة بمقدوره ضبط الأمور ليس فقط في قطاعات العاصمة المؤقتة وإنما أيضا في المحافظات ضمن نطاق المنطقة الرابعة بأكملها. نعم. وهنا أيضا تكون مصلحة أبناء عدن ومصلحة عدن لكي تكون عاصمة. نعم، عبد العالم بجاش الصحفي كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا.